السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مراحل تطور الطفل من الولادة، اللي هو من أول ما بيتولد لغاية ما بيتم 6 شهور. أول حاجة طبعا لازم نعرفها اللي هو الوزن. الوزن اللي هو أول ما الطفل بيتولد بيكون من 2.5 لـ 4 كيلو، يعني في أطفال بتولد 2.5 وفي أطفال بتولد 4 كيلو. ما بين الاتنين دول بيبقى فيه وزن مثالي اللي هو 3 كيلو، اللي هو ولا تخين ولا رفيع. ده أول ما الطفل بيتولد. طيب أول ما بيتم شهر، في الشهر ده الطفل بيزيد 1/4 كيلو في الأسبوع، يعني بيتم في الشهر بيزيد في الشهر كيلو. لو هو مولود 2.5 بيبقى 3.5 بعد شهر، لو هو مولود 4 كيلو بيبقى 5 كيلو بعد شهر. طيب لو هو مولود 3 كيلو اللي هو الوزن المثالي هيبقى كام؟ هيبقى 4 كيلو بعد شهر. طيب في الشهر التاني طبعا هو طالما قلنا بيزيد شهر بيزيد كيلو في الشهر، يعني لو هو مولود مثلا 3.5 او مولود 2.5 وبعد كده بعد شهر 3.5 هيبقى في الشهر التاني 4.5، وهكذا الشهر التالت والرابع والخامس. لو هو مولود 4.5 هيبقى 5.5 في الشهر التالت، هيبقى 6.5 في الشهر الرابع، في الشهر الخامس هيبقى 7.5، في الشهر السادس هيبقى 8.5. طبيعي ان الطفل مثلا من اول الشهر الرابع ممكن يزيد لغايه 6.5، لكن الشهر الخامس والسادس ممكن يقل شويه، ما يزيدش كيلو بالظبط، ممكن يزيد يعني اقل من كيلو، ممكن 3 كيلو الا ربع، نص كيلو. ليه؟ لان الطفل لما بيزيد لما بيكبر عدد رضعات عدد مرات الرضاعه بتقل، فطبيعي ان الطول الطفل بيطول فممكن الوزن بتاعه يقل شويه. طيب ده بالنسبة لوزن الطفل من الشهر الأول أو أول ما يتولد لغاية ما يتم 6 شهور. طيب هنشرح دلوقتي طول الطفل. طيب هنيجي لتاني حاجة اللي هو طول الطفل. طول الطفل احنا ما قلنا الوزن لو هو من 2.5 لـ 4 كيلو عند الولادة. طيب الطول برضو لو هو عند الولادة 46 سنتي، ممكن برضو يكون من 46 سنتي لـ 51 سنتي، بيختلف برضو زي ما ده بيختلف ده بيختلف. طب احنا ما قلناش ان الولاد، يعني ما قلتلكمش ان معلومة الولاد بيزيد شوية عن البنات في الوزن والطول. الولاد بيزيد وزن وطول عن البنات. طيب لو الطفل مولود 46 سنتي هيبقى بعد شهر 53 سنتي، لو هو مولود 51 سنتي هيبقى بعد شهر 58 سنتي. طبعا مش بالظبط بالتقريب، احنا بنجيب الارقام دي بالتقريب، ممكن يختلف شويه، ممكن يقل سنتي او يزيد سنتي. طيب بيزيد بعد شهر مثلا لو هو 53، هتلاقي في الشهر الثاني والثالث والرابع هيزيد سنتي ونص، يعني لو هو 53 سنتي في الشهر الاول هيبقى في الشهر الثاني 54 سنتي ونص. لو هو في الشهر الثاني 54 سنتي ونص لو هو في الشهر التاني 54 سنتي ونص، هيبقى في الشهر التالت كام؟ 56، وهكذا لغاية ما يتم ايه؟ في الشهر الرابع. في الشهر الخامس والسادس طول الطفل هيزيد شوية 2 سنتي، مش هيزيد بقى سنتي ونص، هيزيد 2 سنتي او 2 سنتي ونص. يعني لو هو مثلا وصل في الشهر الرابع بقى 56، هتلاقي في الشهر الخامس بقى 58. ده لو هو مولود في الأصل 46. لو هو مولود 51 هنزود طبعا سنتي ونص سنتي ونص لغاية ما يزيد في الشهر الخامس 2 سنتي أو 2 سنتي ونص. ده بالنسبة لطول الطفل لغاية ما يتم 6 شهور. طيب تالت حاجة اللي هي الرضاعة، عدد مرات الرضاعة. طب هنقولها طبعا من أول ما يتولد الطفل لغاية ما يتم 6 شهور. أول ما يتولد الطفل بيكون عدد مرات الرضاعة من 12 مرة ل 8 مرات، يعني كل ساعتين. لو هي 12 مرة يعني كل ساعتين، لو 8 مرات هتبقى 3 ساعات في اليوم. لازم نرضع الطفل أول ما يتولد على الأقل أول أسبوعين، يرضع كل ساعتين أو كل 3 ساعات. ليه؟ عشان الطفل يزيد وزنه ويكون وزنه كويس وفي نفس الوقت يشبع بطريقة كويسة جدا. ما ينفعش كل ما الطفل يعيط نديله الرضع، ليه؟ لأن أنت ممكن تسببي له مغص وممكن تسببي له إن هو يرجع ترجيع. مع زيادة الرضعات اللي هي مش منتظمة
طبعا هتسبب للطفل مغص، وده غلط، وهتسبب للطفل ان هو يرجع، والوزن بتاعه مش هيزيد بطريقة كويسة، فانت كده بتضريه مش بتنفعيه. فلما ترضعيه كل ساعتين او 3 ساعات دي بتبقى حاجة كويسة جدا للطفل، وفي نفس الوقت انت بتفيديه وهو بيستفاد بالرضاعة، في نفس الوقت وزنه بيزيد بطريقة كويسة جدا. طيب ده بالنسبة أول ما يتولد، أول أسبوعين هنستمر عليها، وممكن نستمر عليها لأول شهر من 12 مرة لـ 8 مرات. طيب في الشهر التاني هنرضعه كم مرة؟ عدد الرضعات هتقل شوية، تبقى بدل 12 مرة هتبقى 10 مرات، والـ 8 مرات هتبقى 7، يعني من 10 مرات لـ 8 مرات، يعني كل ساعتين ونص أو كل 3 ساعات. نستمر برضو على الموضوع ده. طبعا الطفل ما بيرضعش طول اول 3 شهور، ما بيرضعش غير ايه؟ لبن، سواء طبيعي او صناعي. طبعا احنا قلنا فوائد اللبن الطبيعي، وقلناها في الفيديو اللي عايز يشوفه، هنزل لكم الفيديو في الوصف اللي عايز يتفرج عليه ويشوف فايدة اللبن الطبيعي للام وللطفل ايه. اللبن الصناعي طبعا لو انت مضطرة وخلاص ما فيش ان انت تديله الطبيعي، بنضطر ان احنا نديله لبن صناعي. طبعا ما ينفعش ان احنا نديله اي حاجة تانية. ده بالنسبة للطفل في الشهر التاني. بالنسبة للطفل في الشهر الثالث، عدد الرضعات برضه هتقل شوية، هتبقى من 7 مرات لـ 6 مرات. طب ليه عدد مرات الرضاعة بتقل معانا الطفل ما بياخدش حاجة غير لبن؟ لأن عدد الجرعة بتزيد، عدد جرعة اللبن انت لما بتحضري البابرونة بتزيد، أو عدد مرات الرضاعة مثلا سواء الطفل لما بيرضع من صدرك، ده لو عدد الجرعة لو انت بترضعي له بالبابرونة لبن صناعي. لكن لو انت بترضعي له من صدرك لبن طبيعي، الطفل اول ما بيتولد بيقعد يرضع 3 ساعة من صدرك، وما بيرضعش يعني بياخد. طبعا اول ما انت بتولدي اللبن بيكون قليل شويه، ما بيكونش زياده، فالطفل بيرضع 3 ساعة لان هو بيكون لسه الرضاعه دي حاجه جديده عليه. لكن مع زياده الشهور الطفل ممكن يرضع 10 دقائق لـ 5 دقائق من صدرك. كل ما بيرضع بسرعه كل ما بياخد لبن اكتر، فبيشبع اكتر، فعدد مرات الرضاعه بتقل. في الشهر الثالث ده بالنسبة ايه لعدد مرات الرضاعة. في الشهر الرابع هتبقى نفس القصة، من 7 مرات لـ 6 مرات مع شرب الماء. بس في حاجة، المية مش هنديله مية كتير، المية ممكن ياخد معلقة واحدة بس في اليوم، ان احنا لسه بنعوده ان هو في حاجة تانية بتخش معدته غير اللبن اللي هي المية، ما بنديلوش حاجة تانية. طبعا مع فيتامينات، الدكتور طبعا من الشهر الرابع بيبتدي ان هو يكتب للطفل فيتامينات كالسيوم عشان يقوي عظمه، وعشان يبتدي ان هو يسنن بسرعه، وعشان يبتدي ان هو يمشي بسرعه. ده بالنسبه للشهر الرابع. طيب الشهر الخامس والسادس، الشهر الخامس عدد مرات الرضاعه هتقل، هتبقى من 5 مرات او من 6 مرات لـ 5 مرات. طبعا زياده الجرعه قلنا الجرعه بتزيد، ولو هو بيرضع طبيعي بيرضع اكتر من صدرك وبيرضع بسرعه. في الشهر الخامس عدد مرات الرضاعه برضه هتقل. حاجه تانية، هنديله ميه وهنديله اكل مهروس بس بكميه قليله، يعني ممكن ياخد معلقتين ثلاثه في اليوم بالكتير قوي. الاكل المهروس اللي هو زي مثلا زي الجزر، زي البطاطس، ميه الرز، ميه الجزر، ممكن تديله السريلاك، حاجات خفيفة بس كله مهروس، ما ينفعش اللي هو زي المية، ما ينفعش نديله أكل إن هو يتبلع ويكون ناشف، أو مثلا مش مهروس كويس، أو في حبيبات، الحاجات دي ممكن تقف في زور الطفل لا قدر الله، ممكن يرجع، وده غلط. تهتمي جدا إن أنت أول حاجة خالص هتدخل في بطن الطفل لازم تكون ناعمة، لازم تكون خفيفة، ما ينفعش تكون تقيلة. ده بالنسبة للشهر الخامس. في الشهر السادس عدد مرات الرضاعة هتقل، هتبقى من 5 مرات لـ 4 مرات مع ميه طبعا، مع اكل. اكل هيبقى ممكن يكون ناشف سنه بسيطه، ناشف سنه بسيطه، يعني مثلا لو انت هتديله ميه الرز في الشهر الخامس هتديله ميه الرز في الشهر السادس برضو، مثلا مع السريلاك، مع تفاح مهروس، مع كوسه مهروسه، مع بطاطس مهروسه، كله مهروس مهروس مهروس. بس لو انت بتديله مثلا سايل شويه في الشهر الخامس هيبقى ماسك شويه في الشهر السادس. لو انت تديله معلقتين في الشهر الخامس هتديله 3 معالق او 4 معالق في الشهر السادس، بتزودي طبعا الجرعه مع زياده الشهور. بالنسبه بقى للشهر الخامس والسادس، الطفل طبعا بتعوديه ان هو
يبتدي يقعد شويه، بتحط له مخدات حواليه، ما تخلوش ان انت بتعوديه ان هو يقعد على كنبه او يقعد على كرسي، لازم تكون مخدات حواليه قدامه وورا والجنين، بحيث ان هو ما يقعش ويتعود ان هو يقعد. ده بالنسبه لمراحل الطفل لغايه الشهر السادس في عدد الرضاعه. طيب هنيجي لرابع حاجه اللي هو النوم. طبعا اول ما الطفل بيتولد النوم بتاعه بيبقى كتير جدا، زياده عن اللزوم، اللي هو بيبقى ممكن من 19 ساعه ل 20 ساعه. اول اسبوعين بالذات بتلاقي الطفل بينام كتير جدا، وممكن يوصل ان هو ممكن ما ينامش بالليل من كتر ان هو نايم طول النهار، من 19 ساعه ل 20 ساعه. دي حاجه مش وحشه، ويعني حاجه طبيعيه، الطفل لازم ينام كتير اول ما بيتولد. بعد الاسبوعين عدد ساعات الطفل بتقل، ممكن ينام من 17 ل 15 ساعه. برضه بيصحى بالليل، ده طبيعي، اول الطفل اول شهر لازم يصحى بالليل، ما بينامش نوم منتظم بالليل خالص، لازم ينام بالنهار اكتر حاجه من الليل. بعد ما بيتم شهر بتلاحظ ان الطفل شويه شويه بينام بالليل شويه زياده عن النهار، يعني مثلا لو هو بيصحى بالليل كتير ممكن ينام ساعتين بالليل عن ما كان بيصحاهم. يعني مثلا لو هو بينام من 17 ل 15 ساعه، هتلاقي بينام مثلا 13 ساعة بالنهار وساعتين بالليل. بعد الشهر الأول بيبتدي الطفل بقى يقل في عدد ساعات النوم بالنهار ويزودها شوية بالليل، لغاية ما يتم في الشهر الثاني بينام من 15 ساعة ل 13 ساعة، بينام منهم ممكن 5 ساعات بالليل. هتتعبي مع الطفل اول 3 شهور لان بيكون نومه مش منتظم، لان طبعا هو في بطن الام بيكون النوم بتاعه ما بيكونش منتظم، فطبيعي لما بيتولد بيتعامل كانه لسه في بطن الام. بعد 3 شهر يعني في الشهر الثالث الطفل بقى هيبتدي ان هو يعود نومه او يحسن نومه شويه، ان هو بينام بالليل اكتر من النوم بالنهار. يعني مثلا لو هو بينام 13 ساعه او 15 ساعه، هتلاقيه مثلا بينام 10 ساعات بالنهار وبينام مثلا 5 ساعات بالليل، وممكن أقل مثلا 9 ساعات بالنهار و6 ساعات بالليل. طبعا الطفل لازم يغير نومه بعد الشهر الثالث. الشهر الرابع والخامس والسادس عدد ساعات النوم بتاعت الطفل هتقل شوية، مش هتبقى 15 ساعة، ممكن هتبقى 12 ساعة، ممكن يقسمهم 6 بالنهار و6 بالليل، ممكن يكون اكتر بالليل عن النهار. نومه بينتظم شويه بعد الشهر الثالث. بعد الشهر الثالث بتلاحظ ان الطفل بيتغير في النوم والحركه وحتى في الاكل، كله بيتغير بعد الشهر الثالث، الطفل بيتحول تماما بعد 3 شهور. اول عذاب الام او اول الحاجات اللي بتهتم بيها الطفل في الام ان هم اول 3 شهور. طب بالنسبه لحركه الطفل اللي هي خامس حاجه، حركه الطفل اول ما بيتولد الطفل كل ما عليه ان هو بيبتدي ان هو يسمع الاصوات بس، بيميز الأصوات وبيسمعها. تاني شهر بيبتدي إن هو يسمع الأصوات وينتبه ليها، انتباه الطفل بيكون زيادة شوية عما بيتولد. في تالت شهر الطفل بيزيد شوية إن هو بينتبه للأشياء مع الحاجات الملونة مع الألوان، بالذات اللون الأحمر، الحاجات اللون الألوان الفاتحة أو الحاجات اللي بتتحرك قدامه بينتبه ليها كتير جدا بالنسبة لإيه للطفل في الشهر التالت. في الشهر الرابع انتباه الطفل بيبقى زيادة شوية ان هو بيميز الأصوات، بالذات صوت الأم والحركات والألوان والتماس الأشياء، اللي هو بيبقى بيحب يمسك أي حاجة قدامه، بيحب يمسكها طبعا وان هو يحطها على بقه. لو بالنسبة الأول للحاجات الطفل أول حاجة بيتعرف عليها عن طريق البق، لازم يحطها على بقه. في الشهر الخامس والسادس طبعا احنا بنعود الطفل ان هو يقعد، قلنا مع ان احنا نسنده من المخدات، يبتدي ان هو بقى يقعد ويمسك الأشياء طبعا مع الضحك مع معرفة الأشخاص بالذات الأم مع ملامسة الأشياء، بيبتدي إن هو ينتبه أكتر أكتر وأكتر. ده بالنسبة للطفل لغاية إيه الشهر السادس. طيب سادس حاجة اللي هو جدول التطعيمات. التطعيمات طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا اتكلمنا فيها إن الأم لازم تهتم بيها للطفل، لأن دي من الأساسيات جدا لازم تهتم بيها. جدول التطعيمات طبعا لازم تطعمي في التطعيمات، فيش في تطعيمات شهرين وفي 4 شهور وفي 6 شهور.
دي تطعيمات اساسيه جدا ما ينفعش ان احنا نقل فيها، لازم نعرف ميعادها ولازم نهتم بيها جدا مع اكل الطفل مع النوم مع كل دي الحاجات الاساسيه اللي هتمر بيها الطفل والام من اول ما يتولد لغايه ما يتم 6 شهور. طبعا احنا شرحنا في الفيديو ده الحاجات المهمه جدا اللي ممكن الام تتعرض لها والطفل يتعرض لها. في حاجات تانية ممكن الطفل يتعرض لها، قلنا مثلا زي الصفرة لا قدر الله وزي المغص. طيب الحاجات دي ليها حل برضو، ممكن نعملها ازاي؟ احنا شرحناها في فيديو تاني، اللي حابب يشوف الفيديو هسيب لكم الفيديو في الوصف تحت اللي حابب يتفرج عليه. لو في حاجات تانية انتوا حابين ان انا اشرحها لكم او تعرفوها يا ريت تبعتوا لي في التعليقات، وانا هعملها لكم فيديو مخصوص لاي حاجة مخصصة بالطفل او اي حاجة انتوا حابين تعرفوها.